مرحبا. طماطم صاحب الأنف الخارق، بصلة الطباخة، بطيخ الأكول، باذنجان الرسام، فلفل المشاغب. جزرتنا القوية، جزرتنا الذكية، جزرتنا الخارقة. رجل الثلج. افسحوا في الطريق، قد أتى الفنان الكبير. مرحبا صديقي. أهلا جزرة. رجل الثلج هذا مذهل فعلا. نعم، الثلج في الشتاء يلهمني دائما الأفكار. مهلا، لحظة، مهلا. إنه جميل حتى إنني أريد أن أرسمه. يا لها من فكرة رائعة. هيا دعني أرى، كم أنت بارع. كم أحب أن أرسم كما تفعل أنت. وها قد انتهيت. لقد حل المساء، لنعد إلى البيت وإلا فسوف نصاب بالبرد. وداعا باذنجان. وداعا صديقي. مسكين رجل الثلج، لن أتركه في الخارج، سيصاب بالبرد وسيشعر بالوحدة. عندي فكرة. ها قد وصلنا يا صديقي، هنا ستشعر بالدفء. أراك غدا. لا، غير معقول، اختفى رجل الثلج. يا صديقي، يا صديقي، لقد اختفى رجل الثلج. اختفى؟ ولكن كيف اختفى؟ علينا العثور عليه. هيا. أحدهم نقل رجل الثلج إلى الداخل. أنا وضعته هنا، فلقد كان الجو بارداً جداً. ولكن باذنجان، الحرارة تذيب الثلج. وحرارة النار حولت رجل الثلج إلى بقعة مياه. والآن ماذا؟ نصنع واحداً آخر أجمل بكثير. الثلج قليل، لا يكفي لصنع رجل ثلج. سأهتم بالأمر. الفيتامين سوبر بيب. الجزرة الخارقة. رائع. أصبح الثلج كثيرا، هيا لنصنع رجلا كبيرا. سوف أصنعه بيدي وسينظر الجميع إلي. سنصنعه بكل إتقان، سنصنعه بفرح الآن. والآن أصدقائي، لنلعب لعبة رجل الثلج. هيا لنلعب معا. أرأيتم ما أجمل رجل الثلج يا أصدقاء؟ أو لا، انظروا، إن كلمة الثلج انقسمت جزئين، هل تساعدونني في ترتيبها؟ ما هو أول جزء برأيكم؟ أهو هذا أم هو هذا؟ هيا احذروا أنتم. اخترتم هذا؟ أحسنتم. أولا نضع هذه الأحرف وبعدها نضع هذه، الثلج. والآن لنعد إلى باذنجان ورجل الثلج. ولكن الطقس بارد، سوف يصاب بالبرد. لقد انتهيت، وهكذا يمكنه البقاء في الخارج من دون أن يمرض. إلى اللقاء يا أصدقاء. وداعاً وداعاً. إلى اللقاء يا أصدقاء. وداعاً وداعاً. أنا الجزرة الخارقة.